بدء تأثير أخدود المنخفض الجوي على أجواء السلطنة، حيث هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على عدد من ولايات محافظة مسندم، كما شهدت ولايات خصب وبخا ودبا هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سالت على إثرها الشعاب والأودية، مع توقع زيادة كميات الأمطار وتعمق الحالة في المحافظة خلال الساعات القادمة. كما شهدت محافظة شمال الباطنة والبريمي هطول أمطار متفاوتة الغزارة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. وهذه لقطات من الأمطار التي هطلت على محافظة مسندم وعلى ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.